بسم الله الرحمن الرحيم. إذن تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. نتكلم اليوم عن الصداع. الصداع تعريفه هو أي ألم في الدماغ، يكون مشكلة صحية وظاهرة صحية، لأنه يجر ياسر من الناس لمعاينة الطبيب. حسب إحصائيات الأمم المتحدة 47% من الناس اللي نسولوهم يجبرهم في السنة الفارطة جبروا صداع على الأقل مرة في ذيك السنة، وثلث أرباع من البالغين جبروا الصداع على الأقل مرة في السنة الفارطة. هذا يدل على أهميته في الصحة. أسبابه متعددة، فيها الحالات الخطيرة والحالات البسيطة. فيه هذا اللي قالوا الصداع النصفي، وفيها ارتفاع ضغط في الدماغ، وفيه الأسباب الناتجة عن مثلا التهاب السحايا. بالنسبة للصداع النصفي هذا اللي قالوا الشقيقة، والله الشقيقة اليابسة حسب المناطق، لأن خالق الشقيقة اللي ناتجة عن التهاب الجيوب ذيك وحدها، والصداع النصفي اللي تمس 12% من الناس، خاصة النساء، وخاصيتها هي أنها تجي على طريق ألام نصفي في نصف الدماغ ومتكررة، معناها كل شهر تجي مرتين إلى ثلاثة في الشهر، وتصاحب معناها كره الصوت، ولها ما يحمل الصوت ولا يحمل الضوء، وعنده مثلا شيء الأخلاق ويقذف معه. دونك عادة فيها حالات عادة يعود أسرية، مثلا تعود الشخص أمه والله أبوه فيهم نفس الحالة، ومرقب إلين يوفى الألم، يوفى مثلا ما يخلي أثر، ما معاه شلل ولا معاه أي شيء آخر، ويرجع الشخص طبيعي. ولين عين الطبيب إذا هو ما عنده ارتفاع في الضغط، هو إلى عدل الإسكانير اللي تحقق طبيعي. دونك هذا هو الصداع النصفي، وسببه عنده أسباب متعددة، فيها اللي هو ينتج عن تمدد شرايين الدماغ. سبب تمدد شرايين الدماغ والله توسعهم، هو فيه جانب هرموني، معناها خالقين هرمونات خاصة عند المرأة في نهاية الدورة والله بداية الدورة، تسبب في تمدد في هذه الشرايين. ما يخلق النساء كاملين، غير يخلق الوحدات منهم عدوا مؤهلين بأسرتهم. وعنده أسباب غذائية، كيف مثلا الناس اللي طابع على وجبة معينة تستخدمها، كيف تتعي والله هذا لين الحق وقتها ما استخدمتها فيه، قد ذاك يسبب تمدد الشرايين ويودي ذيك الألم. وفهم أسباب نفسية، كيف الإرهاق، كيف التعب، كيف قلت الرقاد، هذا قدو يودوا مثلا يسبوا في هذه الحالة، مثلا نقولوا ديكلانشوها، معناها تعود حد ما هو حاسب شيء، لين يتعرضوا لخالق من الناس، لين يتعرضوا للأسباب ذي هما تودالوا ذيك الألم الحادة اللي تجروا للطب وتعلق له الدقة إلى آخره، وتعطل عن العمل. دونك هذه الحالة هي الصداع النصفي، وسابق الطبيب يأكد أنها صداع النصفي، يا الله يثبت بالفحوص سكانير خاصة، والله راني المغناطيسي ما فهم سبب آخر كيف تورم إلى آخره. الأسباب الأخرى اللي أخطر منها، كيف ارتفاع الضغط في الدماغ. بالنسبة للدماغ موجود في الجمجمة، جمجمة حجمها ما يقد يزداد ولا يقد ينتقص، وفيها ثلاث مكونات، فيها المادة الدماغية، وفيها الدم، وفيها السائل الدماغي، وهذا عندهم حجم معين وعندهم ضغط معين. خارج ضغط الدم وحده، ضغط العينين وحده، ملي هذا ضغط الدماغ اللي يزداد أي واحد من المكونات، كيف تزداد كمية المادة الدماغية ناتجة عن ورم، والله تزداد كمية الدم ناتجة عن نزيف، والله تزداد كمية الماء ناتجة عن استسقاء، والله اضطراب مثلاً في دورة ذيك المياه، تتسبب ارتفاع ضغط في الدماغ. وش ينتج عنه؟ ينتج عنه ألام في الدماغ، ألام
عادة ما تكون تدريجية، تزداد حدتها تدريجية. ويصاحبها قذاف، لين ملاها يقذف ينتقص عليها ذاك ألم الرأس. ذاك ألم الرأس يجي على أسابيع، ما يجي على بين النهار، ومثلا يجي على أسابيع كان تم حدته ولا تزداد. ومعاه ذاك إذا القذاف، ومعاه اضطراب في الرؤية، ملاها من الأول تعود رؤيته مضطربة، تم الأشياء قدامه مثلا كيف اللي يعود عليهم قمام، إلين يعقب تم لا يزداد، يعقب يعود الشيء يعود له أذنين، ولين تخرصوه تلحقوا عنده شيء كيف تعود مثلا أحول. ولين يعدل له فحص الخالق، فحص قعر العين، ينعت الفم مثلا، ارتفاع ضغط في الدماغ ينشاف من خلال فحص العينين. عادة هذا إذا هذا لين يصطحب مثلا، لين يعود المريض ولا الشخص عنده يوجع راسه، معاه قذاف ومعاه اضطراب في الرؤية مثلا، الشيء يعود له اثنين، هذا اوتوماتيك ما يعود عنده ارتفاع ضغط في الدماغ، ويلا يلود سببه. عادة هذا مثلا هو ارتفاع ضغط الدماغ، عادة يعود معاه اشياء مصاحبة له، كيفت شلل مثلا، يعود نصه ما مثلا زر ما يحرك، والله سيخة كيف مثلا هذه السيخة اللي يقول دوسة يقولوا الناس، والله أعراض أخرى عصبية. يلا إذا يلا هذه تسمى حالة مستعجلة، ولها يلا يقابل الطبيب في أسرع وقت، ويعدل له الفحوص كيف سكانير وكيف الراني المغناطيسي، يلود السبب هذا ارتفاع الضغط في الدماغ. عادة كيف قلنا إما ورم في الدماغ، والله نزيف تدريجي مثلا، يجي بصفة تدريجية، والله مولي زيادة كمية المياه اللي في الدماغ. السبب الثالث هو مثلا التهاب السحايا. التهاب السحايا أسباب اثنين، واحد اللي ينقال له مثلا منيجيت اللي هو يقولوا الناس بورويس، واحدة نزيف في السحايا اللي ذاك عنده أعراضه وحده. بالنسبة لالتهاب السحايا مرض جرذومي مثلا، ناتج عادة عن جرذومة، إما يعود حد كان فيه شقيقة والله مثلا جرح كالكبار والله هذا، والله في القاشوش يعود يتعدى شور الدماغ، وبالتالي يودي التهاب في السحايا، والله تعفن في السحايا. ألامه عادة جي سريعة، جي على مثلا تبدأ مع الصباح والله من الليل تدريجيا، إلين في ظرف 24 ساعة تعود ما تنحمل. وإذا في النواظر الاثنين في جمجمة كاملة بصفة عامة، وتقيس الرقبة، تقيس الجانب مثلا الخلفي من الدماغ، وتقل شورى. وعادة الملاهي يعود رأسه معنوف على اللورة، ولا يحمل الصوت زاده، ولا يحمل الضوء، وعليه معها حمى عادة 39 إلى 40 درجة، ومعها تقيؤ ملي. ولين ما تداوى بالعجلة ملي تتطور شور من التعفن، يمشي من السحايا شور المادة الدماغية، وعود ذاك أخطر من ذاك. وتوداله منه إذا اضطرابات عصبية، كيف الشلل، كيف السخفة، كيف الغيبوبة إلى آخره. والناس يقولوا له بورويس، يقولوا هادو مثلا في الحسانية قالوا بورويس، علاش؟ لأنه ذاك التعفن عادة يصيب دائما، هذا اللي هو التهاب سحايا ياسر فيه يصيب الشاشر، لين يصيبهم من السحايا يقيس مهت الدماغ. مهت الدماغ عندها قنوات مثلا تدور فيهم، ولين تخلق فيهم انفكسيون اللي هو التعفن تسدهم، وبالتالي يعود مشي ذاك مهت الدماغ ما تسلس، وتم ذيك المهت تلاحق، وبالتالي يقوم يشير راسه يكبر حجمه تدريجيا، لين يلحق حجم مثلا يكبر بصفة واضحة ويعود أكبر من جسمه الآخر. هذا هو اللي علاش الناس كانت تسميه بورويس. ومرض بسيط اللي يداوى في الوقت، وخطير اللي ما يداوى. بالنسبة للسبب الثاني فمثلا التهاب السحايا هو نزيف السحايا. نزيف السحايا عادة تم له ما وحاسب شيء، فجأة عادة المرضى يقول الواحد جات صاعقة في الدماغ، لا يتم لين هو قابل راس معه عادي فجأة،
وينتج عادة من يعود فم عرق فيه تشوه خلقي وتم يوم ما يلين على أثر مثلا على أثر ارتفاع في ضغط الدم ولا مثلا التعرض للشمس ولا حرارة متينة لين يطرطق ذاك العرق ودي ألم حاد حتى ما مريض ما يقدر يصبرها والعلاج ساعات لابد الطبيب من يخدر المريض إياك ترخي عنه الألم ولين يعدل له ما معها حمى عادة ما معها حمى لا ألم حادة ما تقدر تنصبر ومعها ولين يعدل الفحوص ينعتوا فم نزيف في, 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 في السحية راه هو يختلف عن الجلطة لأن يعني الجلطة شيء آخر والعرق يطرطق مثلا عرق الدم يطرطق في نقر المادة الدماغية في الجلطة بينما هذا يطرطق في السحايا وخطورته مثلا تكمن في انه يقد يعاود بصفة أخطر مثلا من الأول يقد يمشي من الدم ما هو ياسر إذا بالنسبة لنزيف السحايا قلت انه المرة الأولى قد مثلا يعود بسيط أنه ما هو قاتل في المرة الأولى ولكن يؤدي ألام ما تنحمل ألام متينة ومعها تقيؤ إلى آخره ولكن ما معها حمى ولين ما يداوى في الوقت قد يتكرر بصفة تعود أمتن وأخطر وساعات تعود قاتلة وإذا تشخيصها يعود دائما عن طريق مثلا تشخيص سريري حد سوى رقعش واضحة مثلا عنده نزيف سحايا واضحة عادة ألام حادة ما قط خلقت له سابق ذا ملاها مثلا يتلوى به الألام معها تقيؤ وتولين وعدل الفحص عادة السكانير ينعتك النزيف بالنسبة للصيام دائما فم نوع من الصداع ينتج عن مثلا نقص في بعض المواد الغذائية خاصة مادة التاي والله القهوة والله السكر حد مثلا عادة يستعمل وبالتالي سابق رمضان بأسبوع والله بأيام يلا حد يتم ينقص تدريجيا في ذوك المواد وحاول انه ما يشرب تاي مع الصباح ولا القهوة لين يتوخر الوقت اياك يفطم راسه عنهم تدريجيا وعادة الصايم لين يفطر كمية الدم اللي قايسة الدماغ تقول لي أن الدم كامل اللي يقيس الجهاز الهضمي اللي لا يبدأ يهضم له كل المواد وبالتالي يحس إما بنعاس والله تعب والله صداع لا نصحه أنه لين يحس بذلك حد بفطر مثلا وفات الدل مثلا صلى وذاك شيء يتكي يستراح شوي لين تكتمل مثلا نص ساعة عادة يقوم عقب ذاك ما يحس ويتحاشى استعمال الأدوية العقاقير المهدئة لأن عقب المشكلة الفصالة معها يطبع عليها لقاش ولا تلاقي قد يفصل معها